بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لما ذكر سبحانه وتعالى عقوبة السرقة الكبرى وهي المجاهرة بأخذ المال تحت وطأة السلاح، وهو ما يسمى بقطع الطريق أو المحاربة، ذكر هنا السرقة الصغرى، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسرقة هي أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، بخلاف المحاربة فإنها أخذ المال مجاهرة لا على وجه الخفية. السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق السارق اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، ويسرق الحبل وتقطع يده. وفي هذه الآية يبين الله جل وعلا حكم السارق، وذكر السارقة لئلا يفهم أن هذا خاص بالرجال، بل حتى والمرأة إذا سرقت تقطع يدها، فإن المخزومية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تستعير المتاع وتجحده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ولا بد أن تكون السرقة من حرز، أي أن يأخذها من حرزها الذي تحفظ فيه من منزل مغلق أو صندوق أو غير ذلك، وحرز كل شيء ما يناسبه. الذهب له حرز، والحطب له حرز، والدواب لها حرز، كل شيء حرزه ما يناسبه وما يحفظ به عادة. وكذلك لا بد أن يكون المسروق نصابا، أن يبلغ النصاب وهو 3 دراهم من الفضة أو ما يعادلها، أو ربع دينار من الفضة من الذهب، أو ربع دينار من الذهب أو ما يعادله، كما وردت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسرقة في الآية مطلقة تعم الكثير والقليل، ولكنها جاءت السنة ببيان المبلغ الذي تقطع به الأيدي والذي لا تقطع به الأيدي، كما أن الآية لم تبين اليد التي تقطع، قد جاءت السنة بأنها اليد اليمنى، بل جاء في قراءة: فاقطعوا أيمانهما، اليد اليمنى. وكذلك لم تحدد الآية موضع القطع، قد جاءت السنة بأنه من مفصل الكف، جاءت السنة الشريفة بأنه من مفصل الكف، فتقطع يد السارق. فاقطعوا أيديهما، ثم بين الحكمة في ذلك،
فقال جزاء بما كسبا. فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق جزاء له على ما فعل. لما امتدت يده إلى مال غيره وأخذه من حرزه على وجه الخفية وهو آمن، فإن الله جل وعلا أمر بقطع هذه اليد حتى تسلم أموال الناس ويأمنوا على أموالهم، وكذلك تسلم أيد كثيرة. فإذا قطعت يد واحدة سلمت أيد كثيرة، لأن هذا الحد رادع، فمن هم بالسرقة وذكر أنها ستقطع يده فإنه يكف عن السرقة. فأنتم ترون الآن والحمد لله المجتمع آمن وليس فيه مقطوع، ليس فيه مقطوع الأيدي، ما يظهرون ولا يتظهر هذه العلامة، علامة السارق على أحد، لأن الناس امتنعوا من السرقة وكفوا أيديهم فسلمت أيديهم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، جزاء بما كسبا، هذا جزاء اليد الخائنة، مع أنها يد ثمينة لو اعتدى عليها أحد وقطعها لوجب القصاص، وإن كان خطأ ففيه نصف الدية في اليد. فلما خانت الأمانة وانتهكت الحرمة، حرمة مال المسلم، هانت وقطعت هدرا. ولما اعترض المعري قبحه الله على هذا وقال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه أحد العلماء بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال الآخر لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا جزاء بما كسب. ليس هذا من باب الظلم ولا من باب القسوة والوحشية كما تقوله المجتمعات الكافرة أو الهمجية، وإنما هذا هو العدل من الله جل وعلا. ولهذا قال جزاء بما كسب، ثم قال نكالا من الله، عقوبة، عقوبة من الله واقعة في موقعها. والعقوبة إذا وقعت في موقعها فإنها تكون شفاء وعلاجا ورحمة. والله عزيز قوي، لذلك حكم بالقطع. هذا من مظهر القوة والعزة. والله عزيز حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فهو سبحانه وتعالى وضع القطع في موضعه اللائق به، فكان ذلك شفاء بإذن الله للمجتمع وحماية له من العابثين. ثم قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه، تاب من السراق، من بعد ظلمه، من بعد ما وقع منه من السرقة، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه وعفى عنه. ولو قطعت يده في الدنيا إذا تاب إلى الله وندم تاب الله عليه. وكذلك لو تاب قبل أن يلقى عليه القبض، لو تاب قبل أن يلقى عليه القبض ويقع في يد السلطة فإنه يترك. فإذا تاب ورد المال إلى صاحبه وطلب المسامحة
من صاحبه فإنه يترك. أما إذا تاب بعد إلقاء القبض عليه فإنه لا يسقط عنه الحد. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وقال عليه الصلاة والسلام: فما بلغني من حد فقد وجب. ولما سرقت المرأة المخزومية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، شق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة غضبا شديدا مع أنه يحبه. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.